مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف العاشر، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، أعاده الله علينا بالنجاح والتفوق. سوف نقوم معا في هذا العام الدراسي بدراسة مادة الأحياء، فأهلا بكم في هذه المادة الشيقة التي تهتم بدراسة الكائنات الحية التي توجد حولنا. يحتوي هذا المنهج أولا على الوحدة الأولى. الوحدة الأولى تحت عنوان تركيب الخلية ووظيفتها، Cell Structure and Function. تحتوي هذه الوحدة على ثلاثة دروس: الدرس الأول الخلايا وحدات الحياة، الدرس الثاني عضيات الخلية، الدرس الثالث الخلايا والفحص المجهري. نبدأ على بركة الله بالدرس الأول الخلايا وحدات الحياة، Cells the unit of life. في هذا الدرس يجب أن نتمكن من معرفة أولا أن نتعرف على دور العلماء في اكتشاف الخلية وأهمية التطور التكنولوجي. ثانيا أن نتعرف على مبادئ نظرية الخلية، كما سنتناول بعض المفردات المهمة مثل الخلية Cell، نظرية الخلية Cell Theory. في البداية سنتناول تطور اكتشاف الخلية، المراحل التي مر بها العلماء حتى توصلوا إلى اكتشاف الخلية، ومن ثم التوصل إلى نظرية الخلية. كما نرى أمامنا هذا العالم هو العالم روبرت هوك. روبرت هوك أول من اخترع مجهر بسيط، استخدم هذا المجهر لفحص شريحة رقيقة من نسيج الفلين، ولاحظ كما نرى في الصورة أنها مكونة من حجيرات صغيرة، أطلق على هذه الحجيرات اسم الخلايا أو سيل. بعد ذلك جاء عالم آخر وهو العالم ليفن هوك. العالم ليفن هوك طور المجهر الذي اكتشفه العالم روبرت هوك، واستطاع بواسطة هذا المجهر فحص عينات من نباتات مختلفة، من حيوانات مختلفة، كما اكتشف وجود كائنات دقيقة لا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة. إذن الخلية هي الوحدة التركيبية والوظيفية في أجسام الكائنات الحية، وتقوم بجميع الوظائف الأساسية للحياة. معنى هذا أن أي كائن حي، سواء كان نبات، حيوان، فطريات، بكتيريا والكائنات الدقيقة، جميعها تتكون من خلايا، وهذه الخلايا هي الوحدة الأساسية في التركيب والوظيفة، أي هي المسؤولة عن تركيب جسم الكائن الحي، كما إنها هي المسؤولة عن جعل العضو أو جعل الكائن الحي يستطيع القيام بوظيفته، وتقوم بجميع الوظائف الأساسية للحياة مثل التنفس، الإخراج، التغذية. بعد ذلك استطاع العلماء مع تطور المجهر الوصول إلى نظرية الخلية. ما هي مبادئ نظرية الخلية؟ أولا الخلية هي الوحدة الوظيفية والتركيبية الأساسية في الكائن الحي. ثانيا
تتكون جميع الكائنات الحية من خلية أو أكثر. ثالثا، تنشأ جميع الخلايا من انقسام خلايا سابقة. إذا أردنا أن نتذكر معا ما هو دور كل من روبرت هوك وليفن هوك في اكتشاف الخلية، حاول أن تتذكر معي ما الدور الذي قام به العالم روبرت هوك والعالم ليفن هوك في اكتشاف الخلية. أولا، روبرت هوك كما ذكرنا من قبل فحص نبات الفلين باستخدام مجهر بسيط، واكتشف وجود حجرات صغيرة أطلق عليها اسم خلية أو سيل. ليفن هوك صنع مجهر بسيط لملاحظة أجسام وكائنات حية. بعد ذلك، إذا أردنا أن نتذكر معا ما هي مبادئ نظرية الخلية، الخلية هي الوحدة الوظيفية والتركيبية الأساسية في الكائن الحي. تتكون جميع الكائنات الحية من خلية أو أكثر. تنشأ جميع الخلايا من انقسام خلايا سابقة. إذن ما المقصود بالخلية؟ هي وحدة البناء والوظيفة للكائن الحي. اذكر دور كل من روبرت هوك وليفن هوك في اكتشاف الخلية. روبرت هوك قام بفحص نبات الفلين واكتشف وجود حجرات أطلق عليها اسم الخلية. ليفن هوك صنع مجهر لدراسة أجسام وكائنات حية. ما هي مبادئ نظرية الخلية؟ أولا، الخلية هي الوحدة الأساسية للتركيب والوظيفة. جميع الكائنات الحية تتكون من خلايا. تنشأ الخلايا من انقسام خلايا سابقة. هناك العديد من العلماء الآخرين الذين كان لهم دور مهم في اكتشاف الخلية، مثل هنري دوتروشي. هنري دوتروشي اقترح أن جميع الكائنات تتكون من خلايا. ثم جاء روبرت براون، هو أول من وصف نواة الخلية، ونواة الخلية هي أحد العضيات الموجودة داخل الخلية والتي سوف نتحدث عنها لاحقا. شلايدن وشوان استنتج أن جميع الكائنات الحية سواء كان نباتات أو حيوانات تتكون من خلايا. فيرشو اقترح أن جميع الخلايا تنشأ من خلايا سابقة. معنى ذلك أن لابد من وجود خلية، وهذه الخلية تنقسم لتعطي خلايا جديدة. هذا الانقسام يسمى الانقسام الخلوي. والتر فليمينج هو أول من وصف خطوات الانقسام الخلوي التي ينتج عنها خلايا جديدة. في النهاية، إذا أردنا أن نتذكر معا المصطلحات والمفاهيم الأساسية التي تناولناها في هذا الدرس، نريد أن نتعرف على ما المقصود بالخلية وما هي مبادئ نظرية الخلية. الخلية هي وحدة البناء والوظيفة في الكائنات الحية. ما هي مبادئ نظرية الخلية؟ أولا، الخلية هي الوحدة الأساسية للتركيب والوظيفة. جميع الكائنات الحية تتكون من خلايا. تنشأ الخلايا من انقسام خلايا سابقة. عزيزي الطالب، بعد مذاكرة هذا الدرس جيدا، عليك حل الأسئلة رقم 1 و2 و3 في الكتاب المدرسي صفحة 13. بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.